انجن. لا لا تقول لي انه حتبدا المعركه الحين، خرج عن السيطره. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم بخير. وخلونا نستكمل لعبة فاينل فانتسي 7 ريميك ايبسود يوفي. وما في شيء مهم صار في الاحداث السابقة غير اننا كنا هنا في محل الرخام وسكارليت قاعد تنطط فينا وتطول المشوار، واحنا لنا هدف اننا ناخذ الميتيريا، والسونون اللي معايا عنده هدف كمان تقريبا بينتقم لاخته. وبين قوسين اعتذر انه اذا كان صوتي ثقيل ولا حاجة، حاولت انعمه بس ما في اي فايدة، شكلي حكون سيفوراث. بس يلا مشي حالكم شوية، هنشوف ايش المستخبي. اوكي طيح شوية. المبنى عجيب صراحة، وانا يعني من النوع اللي يحب الديكور، وهذا شيء ضروري عندي. لو في فعاليات شوية يكون احسن، زي مثلا نشتري اسلحة. كأنه يقول لي في واحد يستناك وشكله حيسلخ جلدك. يلا اوكي نشوف ايش مخبي لنا. اوه فينا تقريبا معركة بسيطة حنكمل. في شكله هنا زي المصعد سيموليتور. كمان ينتظرنا العدو هنا، وماله احنا جاهزين لأي شيء. يلا يوفي ارفع راسنا. كنت حاسس. في المجهول. من زمان كنت استناكم. اخيرا قرر الوتاي انه يجتمع، يعني على اساس انه احنا جايين نشوف وجهك. كلنا عارفينك خايفة مننا. هذا اللي تحسي بيه. يمكن انا كذا. حتى لو تعرف ان نحن من وين، بس ما تعرف الاشياء اللي خلف الكواليس. شدوا شعر بعض، الطشوا بعض كفوف، ريحونا. عندي فرصة اوريكم حاجة في عمركم ما شفتوها. خليني اعرفكم على واحد من الدروع شنرا، تصميم حقيقي ومر كالعادة. هذه ذكرى على اخر لحظة في حياتكم. على طول. اوه سكارليت، او هذا هو هدفنا سكارليت. وإذا عطلنا سكارليت أكيد الجهاز هذا ما راح يتحرك، بس ندعس الاثنين إذا فيها خيرة. الموسيقى شادة حيلة شوية، ذكرتني باللي تواجهه في الشابتر السابع ممكن، مدري السادس، اللي هو في مخزن شنرا في القطاع القطاع الخامس ممكن، أي ثاني رياكتر. المهم انا ملاحظ انه لا ظلمنا الموسيقى، الوضع تمام بس هو الصوت عندي شوية عالي. ماشي نرجع للحظة كان ايش في عنصر ما ادري ايش يسمونه، عن طرف ثالث. استنى الحقني انا قاعد اموت قدامك. اضرب سكارليت جوي. يلا سم انتقم خذ حقك من ذول الكائنات عجيبة. ايش هتسوي مثلا؟ تشحني. الله سوت ابجريد، طلعت سلاح. انحش يا مدير، ظاهر انه كانت تمزح معايا زي الهيل هاوس. سنن ما عندك سعف؟ ولا منه ولا من تحت الطاولة. ما أتوقع إنه هذا الزعيم الأخير، أتوقع إنه لسه مستمرين يعني. هذا زي التسخين بس. آه.
اجلد. انا شايف شايفك يا سكارلت، شد حيلك شوية بس برضو احنا رايقين، ما راح توقفيني مهما سويتي. الرايق خير الروبوت يتحكم فيها. اوكي هذا كله انا لسه ما اعرف نقطة ضعفه ايش، لكن مبين انه كهرباء. يا عمي ما حموت، ما عليك لسه صاملين حزعجك شوية. انتهى الوقت. سنن سأقتص لك. والله ما يمزح الشيء هذا، حالي في يمين ينتقم. أم ذا كله يطلع منك. طيب وانا السلاح اللي سويته والحركة القاضية؟ والله خرشت نفسي بطلع الروح. حد شاف؟ لا سنن لا تموت، لاني انا عارف اني حموت. اصمل يا سنن، شوف كيف. ايوه 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 سنن حيسوي شكرا. يا ساتر، هذول هم اللي قاعدين يضربوني من اول. متطرفين. يلا اسرع. كفو نينجا كفو. كيرا. ولا دي. شكرا. نضمن واحد يعيش على القلب. سنن. متحمس اشوف الحركة حقته الليمت بريك. يلا ضربنا كسرنا السلاح الاول، فرصتنا سونون. شكرا. والله احسه هارد مود ما اعرف ليش. فرصتنا. العب. توقيت يا رجل، توقيت حكمني. ضاع الوقت. العب. حلف حلف حلف. لا لا. اوه المنقذ وصل. شكرا يا سنن. هيا لا تخربوا علي الحركة، هيا افرح فيها افرح فيها. كفو. وحش اسطوري دعست. خلاص اطلع برا. والله مو منك صراحة. راجع حساباتك، روحي جيب مدير بدالك. كيف نتعامل معاها؟ ثقة عمياء. واثق في نفسك يا. اوف هذه حتفجر المكان. طيب انتوا قاعدين تتفرجوا عليها، معاكم سلاحين، ارموا عليها خلصوا الليله. مين صحي؟ انه نيرو اللي كنت احسبه فينسنت. صح النوم. باقي فايس. فايس هو مكتوب وايس بس ينقال فايس. ايش المفاجأة هذه؟ هذا شرف كبير لي. لا هذول الاغبياء جايين ياخذوا حاجة ما تخصهم. ها حولني، نقلني عندهم او نقلوا عندنا. عندنا هذا مين؟ شادلي. يا الخاين الخسيس. When will Shinra learn? متى حيتعلم شينرا؟ There is no replicating you. ما في استنساخ منك. لازم يصنعوا أحسن.
looking forward to this. جاهز انك تؤدي المهمة؟ It has been too long since my last time. استني هذه الحركة من زمان اني ارد اعتباري. اوكي. هذا كله صار في ثانية واحدة؟ ايش سويتي يا هبلة؟ يا بقرة. كذا تتعاملوا معنا يا الووتاي؟ عشان تاخذوا اللي تبوه؟ That's enough, Sonon. I got this. All right, lady, out with it. اعترف يا بقرة. Tell us where you're hiding the new material. قولي إيش اللي تخبيه وفين الماتيريال؟ لا تلعب دور الهبلة. نعرف إنك تخبي حاجة مرة قوية. Wutai must have some highly skilled. ظاهر إنه عقلك يعني شغال. That, or we have a mole in our midst. في ثواني حيصير شيء. حتى في ثانية مو ثواني. Don't check on it. لا تشيك يا عمي، لا تتهور. البقرة حتمشي، تضغط ضغطة زر تلقوها اختفت. صح كلامك، احنا بقيد التجربة والماتيريا الجديدة قاعدة تستهلك. هي حار، هي بعيدة انها تجهز. تحسبيني هبلة؟ ليش اكذب عليكي؟ عندكم خطة ثانية؟ Just between you and me. خليها بيننا. My colleagues and I are going to drop plate number 7 on this. حنطيح القطاع السابع أنا وأصدقائي. ومنهم الأبلانش والووتاي. I don't get it. You're gonna drop a plate? حطيحوا الصحن. Oh dear. I think your friend might have. ظاهر إنه صاحبك متورط. Aren't you going to save him? ما راح تروح تساعديه؟ بسرعة يا بقرة. ايش يا كف على طريقك؟ يا عيني مكتوب لك تعيشي. ايش تستني؟ عجلي. والله اضربي. ايوه المفروض 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 ايش؟ كويس انه هنا ما في ويسبر. ضربة واحدة كذا نشق رقبتها بالسلاح انتهى الموضوع. بس للأسف يعني يوفي هبلة. أنا أخذت ذا السيف وريحتينا. غزة واحدة تخلص الليلة. سنون متورط. والله أنا اللي في مأزق. ما الظاهر إنه هذه مضيعة الوقت. قلب والله ما تمزح. طيب يلا هذول جنود ولا من جنبها؟ ناخذ صورة لل صورة الفيديو. هيطيحوا القطاع السابع على الشعبي. يلعب سنن شكرا على طول. ما في behind you. شكرا على طول. اجلد اجلد خليك عايش عشان نعطيك شكرة. تحمل شوية هانت. شكرة. الله الشكرة دي علاج. لا تمزح. مين اللي قاعد يضرب وينضرب؟ أما حيدعسوني آخرتها كذا. بعدين نرجع للبقرة اللي برا. لفل. ضارب ومضروب، قاتل ومقتول. ستيف كم فلاج؟ مش حالة. ما راح تقدروا.
أبدا. الله والعب. لا 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 سكر. لا تقولوا لي حتحطوا غاز. ليه صابونة؟ لا انا اشك في الموضوع. بريغا ما نجونا مؤقتا. ايش الفوضى اللي حطونا فيها؟ سويت بعض التعديل. حنشوف ايش عندنا هنا. تخزين توماتيك. اشتغل يا غبي. اصلا انت بتطلعي لهم انت. احنا مكشوفين. تحتاج ننتبه من الافخاخ. والله ذولي صاملين. هيا خذ لك. شفتوا لأنكم ما قتلتوها؟ شفتوا؟ نهاية الغباء والرحمة الزايدة. الطيبة الزايدة جابت نيرو عندنا. ومين اللي في النهاية يلحفها؟ أنا اللاعب البريء اللي ما لي علاقة في الموضوع. أيوه. انحشي انحشي. واثقة من نفسها. قالت سيب ذا كله ليكم لاني عارفة انكم حتقتلوهم، فخليني افضحهم واقول ان القطاع السابع حيتدمر. الله لا تقول لي حياخذ قوتهم. اوف قوة سبع رجال. لا نيرو لا نيرو نيرو لا نيرو لا 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 تتهور. لا يا نيرو. ما ادري. حنتحدى احد. ماشي. مو عدل العدل. ذهبنا للعالم المزاوي. عالم مزاوي ولا موازي؟ ما حد سمع. الو جوله الاولى تسخين. جو المكان ذا. دخلنا جوه الفيارة. يلا سنن لا نرحمهم. ويل للمعتدين. واحنا معتدين صراحة، دخلنا شركتهم. احنا المتهجمين. الموضوع مو سيرفايفر، موضوع اقتحام. ولعب اجلد. ولد 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 ولد. جوي جوي اثيله اجلد. حتى ما في راوند 2 على طول استكمال. هلو اوكي يلا ريوت. ضعفاء الريوت كل ما لهم يقوا يهيئوني تدرجيا. يلعب من ذا. العب يا مصيبتي. اقتحام مع مرتبة الشرف. سنن استخدم الفايت تبع هذا الهجوم اللي عند سنن. انا شفته قبل شويه عند نيرو.
يعني سونو نيريرو يقدروا يسووا شيء وانا حضرتي كده زي الاطرش في الزفه حدي حركات النينجا التقليديه. سونو انقذني. هيلب مي برو. الشيء هذا مزعج صراحه. بدأت ندمر عصفورين بحجر واحد. الو شوط ثاني. وليف يا ولد. فاير صراع. بدا يدافع، بدا يطالب بحقوقه. الله 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 الله. قاعد يغذيه، يزوده بالوقود. نقدر. هو ضعيف ما يعرف شيء ولا يفهم حاجة. ياه انت وين رايحة؟ هنا العدو. اي حلو، فاخر لحظة، توقيت زمني جميل. رجعنا للعالم الافتراضي. والله كان قاعدين يتسلوا فينا. خويك والله صراحة عجبتني هذه الإضاءة، طريقة الإفكت الإفكت. يا عالم ايش حيصير في الريميك الجزء الثاني؟ ايه ما نعرف حاجة نهائيا. والهذا امتص طاقتهم كلهم. شوفوا قاعد يستناني هناك. لا دي اخر فرصة، اخر فرصة. ما اعرف ليش. Subjects on site. It's time. Initiate the TVA field test. Sir. والله ما حد قال لكم سيروا كلاب لشينرا. أنا غدار حمير، ما في تيم في دي براون دي براون. أوكي في عمق الأرض راح نلعب أنا وأنتو. أي فريق في أي جهة أنت؟ حالة خاصة. خلوا اللعبة تبدأ. قصدك ال
نكبة. والله احس اننا في النهاية، احس انه هذه النهاية. لا لا تنكبون يا جماعة، يا جماعة انا عارف انه يمزح معي في البداية. العب 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 العب. انا اعرف انك اقوى مني يا نيرو، بس صراحة ما حعطيك فرصة انك تنال مني. اضرب دون توقف، اخذ بتاري منك. انجن. لا لا تقول لي انه حتبدأ المعركة الحين، خرج عن السيطرة. نلعب. ولا هذا كله في المعركة نفسها. How dare you? How dare you stand in my way? لا ويري دقيقة قبل لا نبدأ، هو تعليق بسيط حلو. الآن سبب هذا كله وسبب الوفيات اللي قاعد تصير بسبة يوفي لأنها ما قتلت سكارلت. لو أنها قتلت سكارلت ما كان طاح ممكن القطاع السابع، ممكن كان في تأخير في عملية الإيس السقوط ولا شيء، يعني كان ممكن نحل الموضوع بشكل ودي. عدادي قاعد ينقص يا عمي، انا قاعد اموت، ايش السبب؟ اموت. كله ماجيك، سلخ جلدي، طبخت موت. فل فل فلل فلل. شكرا، انا بعطله شويه لانه هو مركز معايا الحب. بعطله يا سنون. اخرس اجلدوا، تفاهموا ضربة الرجال. من ده اللي قاعد يصرخ؟ الله يحافظ على الألم. سنون يقدر يخارج نفسه بس انا لا، عشان كذا حكهربه. والله نفعت الكهرباء. سنة اجلد. الله الكهرباء جابت نتيجة مع الخوي. لا تربطوني بالكاتسين تكفى. اللعب واحد انبي انشفط الانبي كله. اوه في عملية انفجار هنا. يألمني يا اخويا. مين اخوك؟ انتو مين اصلا؟ ولع. لا ممكن انت اللي يموت مو انا. اوكي هنا شكله اخر فورم، اخر تطور له. اوه جوي ذا، والله ذا حشرني انا صراحه اعترف. لا
لا يا سنون، لا سنون، احنا ما اتفقنا على كذا، احنا فريق. طب والحركة القاضية اللي انا سويتها؟ سنون هيا سنون، سنون سنون اعطاك روح. مت، تخيل اموت. لا تحرق عليها، لا تقتل المتعة، لا تقتل المتعة. سنون عيش وانا اللي اموت. لا تقتل المتعة. خلاص هنا انجن، انجن لأعلى قصوى. في جنون اعلى من كذا؟ سلاح الالتيما شكله. فايس اظهر، اظهر لو فيك خير. نكبة. ايوه تعرف ايش احلى شيء؟ تيجي تبي تعالجه ويضربك وتتكنسل ال... ايوه سنون اجلد، خفف العذاب شوية، خفف العذاب شوية. داج هيلث. شادة، شادة. كفو عليك، شدي حيلك شوية. والله أنا كان نفسي استخدم الماجيك بس كلها سعفات، لأنه ما أعرف طبيعة الأخ هذا كيف طبيعته، غريبة شوية. حلو، طبيعتك عجيبة لكنك مت. حس فيها، حس بألم الموت. يلا لازم ننهله كل مرتين. روح في الخبر. لا راح للعالم الموازي. أبا خرب اللحظة بس. لازم تروحي من هنا. تعبانة. أشيلك؟ فزت. إيه. ما مات. في غدرة يا جماعة، انتبهوا. انتبه انتبه يا سنون. سنون. الله الله على المشاعر. لا تقول لي انك حتسوي حتكرر نفس الموضوع انها اوكي. حس سويته حيتحرش فيها.
لما الشمل. هذه المادة قتلتهم كلهم هو والجنود. بالنسبة لنيرو يصير مجهول. مين أخذه؟ هاي مين ده؟ فايس؟ فايس؟ أنا شفت وشم. نيرو ولا فايس؟ واحد فيهم. سي جي يا الجرافيكس الملعون. يلعب طلعت الفوضى هذه كلها في القطاع السابع. This is just wrong. Rest in peace, Sonon. إلى حين عودتك ممكن في الجزء الثاني. مين يعرف؟ أوكي. هلو. أنا خرجت من الميدغار. جو اللحظة دي ما تتكرر. Don't think I can do this alone. بمساعدة مين أجل؟ The amazing Yuffie wants you. المدهشة يوفي. Join her team and the sky's the limit. تنضم إلى فريقها حتى الوصول لأبعد سماء أو حد السماء. مدري. يوفي سنون. هي ذي اللحظة. أخيرا حشوفك المشهد بدقة عالية. أخيرا. مو على سوني 4 على البي سي كمان. قال بي اس 4. Hey Barrett. Were you really walking the whole way? Yep. Calm's still pretty far though, isn't it? Another full day, give or take. Question. When my mom says a full day, she means from the time you get up in the morning till the time you go to bed. But for me, it means from the time you get up in the morning all the way through till the time you get up the next morning. So, which is it for you? Gotta go with Elmira on that one. That's a relief. Is it, though? Cloud, bet you've had to hoof it from sunup to sundown tons of times. This is all just same old, right? That's right. But even so, we're all gonna need to stop and rest. Especially you. Yeah, yeah, I know. Anyway, marching into the unknown ain't easy. But don't worry, because I'm here to lead the way. That's comforting. Of course it is! All right, everyone, let's stop here for a minute. Leader's orders. Now breathe in that fresh air. Oh. Actually, scratch that.
let's save it for later. When we're not so close to Midgar. Guess this is goodbye, City of Mako. هذا الشيء اللي يطير أحسه كذا زاك، ما أعرف ليش، لا أحد يسأل، أحسه كذا زاك. Like this? Yep, just like that. Cool. No way! A car! هذه موسيقى سباق تشوكوبو في ال جولدن سوسر جولد سوسر. Look at that. Where's a roof when you need one? Gonna be okay? Should be, but weird. My stomach's in knots. That's its way of telling you it's hungry. Let's move. مشهد متعوب عليه على الآخر. وهنا رجعنا للقطاع الخامس سادس. It's been a while, huh? جو مشمس وجميل. Long time no see. How you been? Listen. Hey. I'm back. اوكي الظاهر انه سنن اختفى. نيو كومبات سيميليتر شينجا بين اد تو شابتر 2 انتر في ميشن. اوكي راح اقدر اواجه فايس كشخصيه فرعيه. هذا الشيء ما راح يصير، ممكن في حلقه خاصه، لكن مبدئيا نقول نوقف تصوير. ويعطيكم العافيه على المشاهده. ما ادري ايش حيصير في الجزء الثاني. اوكي عندي فضول متلهف، بس ما راح اتحمس لانه ممكن يطول. ما ادري، في قصص فرعيه على الجوال دحين حتنزل، اشياء كثيره، الله يعلم ايش ممكن تسوي. لكن انا مهتم بالقصه الرئيسيه، مهتم ايش حيصير لما يوصلوا كالم وغيره، وايش اخرتها، وفايس ونير، وهل حيرجعوا سنون الى اخر الاخر الاخر الاخر. الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقدمها لكم هي أننا ممكن نلعب النسخة الكلاسيك HD مود مرة، وبقيادتي طبعا راح نمشي ونترجم كل الأحداث والحوارات وإلى آخر. راح أسيب هذا الشيء لكم.
يعطيكم العافية على المشاهدة مرة ثانية. كان معكم حسام، في أمان الله.